السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا بالحلقة الماضية عن ارتفاع التوتر الشرياني، تعريفه وتصنيفاته بشكل بسيط. الآن نتكلم كيفية الوقاية من ارتفاع الضغط الشرياني وطريقة المعالجة المبدئية يعني بشكل عام. طبعا مثل ما قلنا، بعد ما يتم تشخيص ارتفاع التوتر الشرياني يجب المريض فورا أن يتخذ إجراءات عاجلة من ناحية نموذج حياته. يعني المريض الذي لا يمشي يجب أن يمشي، لأنه أو الذي لا يمارس الرياضة يجب أن يمارس الرياضة، لأنه الرياضة والمشي من أهم العوامل التي تساهم في ضبط الضغط وتأخير إصابة به. مريض اللي عنده سمنة كبيرة يجب إنزال الوزن، لأنه ضبط الوزن قد يساهم جدا في ضبط الضغط وقد يجعل المريض لا يحتاج إلى علاج أبدا في علاج الضغط. طبعا وجود الضغط وموجود أمراض أخرى، يجب الأمراض الأخرى كم أيضا أن تنضبط، سواء مرض الكليتين أو مرض السكري، لأنه ارتفاع السكري سيجعل الضغط غير مضبوط والعكس صحيح. طبعا هناك وقاية من ناحية الأكل والطعام. المريض الذي مصاب بارتفاع التوتر الشرياني يجب أن لا يكون طعامه كطعام المريض العادي، يجب أن يكون حمية خفيفة الملح قدر الإمكان، يجب أن يكون بعيد عن الدسم والكوليسترول، يجب أن يبتعد عن شرابات معينة أو أكل معين مثل السوس وبعض المشروبات التي تناولها في مجتمعاتنا بكثرة وخاصة في رمضان وما حوله. يجب أن يكون الأكل قدر الإمكان مضبوط من ناحية السعرات الحرارية ومن ناحية كمية الملح الموجودة فيه. يجب المريض أن يكثر من الخضروات بشكل عام، من الفواكه إن لم يكن مصاب بداء السكري. يجب أن يعتمد على لحومات، نوع معين من اللحومات معينة وخاصة لحم الأسماك وما حولها. المريض الضغط عادة لا يكفي نوع واحد، عادة المريض دائما يطلب هو نوع واحد للضغط. نحن التوجه العالمي أن تكون هناك دائما مشاركة بين نوعين عشان المريض ما ينزعج من أدويته، فأعمل له هذا بشكل مبسط. مشاركة دوائين يخفف الآثار الجانبية للدوائين ويخفف من رفع عيار كل دواء، فبالتالي نحن أفضل أنه نشارك. طبعا هناك أدوية واسعة، لا يجوز مريض أن يأخذ دواء ضغط لمريض آخر دون استشارة الطبيب. عندنا رانج واسع كبير جدا من أدوية الضغط، ولكل مريض يعتبر حالة خاصة، كل مريض يحتاج دواء الضغط الخاص فيه. يجب أن تجرى له بعض الاستقصاءات المخبرية، يجب أن تجرى له بعض الاستقصاءات سواء تخطيط قلب أو إيكو أو غيره للمريض الضغط في المراقبة الدورية، خاصة إذا كان مصاب بأمراض أخرى. بعد هذه الفحوصات، بعد استجواب المريض، بعد قياس الضغط لعدة مرات، قد يستقر المريض على دواء واحد. استقرار المريض على دواء واحد لا يعني أنه لا يراجع الطبيب مرة أخرى فيما بعد، بالعكس لازم أن يراجع الطبيب، خاصة إذا عمل تعديل في حياته، خاصة إذا أنزل وزنه، إذا بدأ يمارس الرياضة. يجب أن يراجع المريض، يجب مريض الضغط يجب أن يراجع الطبيب كل 6 أشهر على أقصى حد لإجراء الفحوصات الروتينية. هذه هي بشكل عام التوصيات حول ارتفاع التوتر الشرياني. طبعا والابتعاد عن الشدة النفسية مهمة جدا في ضبط الضغط الشرياني. إن شاء الله نتكلم فيما بعد عن عوامل الخطورة الأخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.